السلام عليكم، مهندسة رغد رسول، كوستمر بزنس ديفلوبمنت في شركة السائدة، الوكيل الحصري لشاشات LG الطبية. يسرنا اليوم تقديم تجربة الدكتور رعد الخياط بعد تجربته لشاشة LG. بالنسبة لهذا المونيتر الطبي من شركة LG يمتاز بوضوح الصورة ودقة التفاصيل، بالإضافة إلى خاصية رائعة جدا في هذه الشاشة، وهو تغيير الإضاءة بالنسبة للشاشة، وكذلك الريزوليوشن وضوح الصورة اعتمادا على الضوء اللي موجود في نفس الغرفة اللي واحد يعمل بها. هذه الشاشة تعتبر جدا مساعدة لأطباء الأشعة أو في مجالات الطبية الأخرى، فإلى خاصية عدم وجود أي أذى للبصر بالنسبة للطبيب اللي يعمل عليها، وكذلك سهلة التنصيب. طبعا من هاي المونيترات توجد ثلاثة أنواع، أنا اخترت حقيقة اخترت النوع التشخيصي، المونيتر التشخيصي، بس توجد أنواع أخرى لأغراض الجراحية، تستخدم في صالات العمليات، وكذلك تستخدم لاستعمالات المناظير، تنظير المعدة أو تنظير القولون، وكذلك يوجد نوع آخر هو المونيتر السريري اللي هو مفيد في القضايا الطبية. هذه المونيتر بصراحة طفرة في عالم المونيترات والشاشات التلفزيونية المصنعة للجانب الطبي من شركة LG. طبعا شكرا لشركة LG، وكذلك شكر خاص إلى شركة السائدة الوكيل الحصري لاستيراد مثل هذا كذا مونيترات مفيدة جدا في المجال الطبي. وحقيقة أنا جدا مسرور باقتناء مثل هذه الشاشة، لأنه ساعدتني كثيرا في وضوح الصورة والتشخيص، وكذلك نقل الصورة، ممكن نقل الصورة إلى مكان آخر أمام المريض أو أمام أحد الزملاء لأغراض التدريب. حجم الشاشة 27 إنج، البكسلات 3840 في 2160 بكسل بالشاشة، هذا يؤدينا إلى ريزوليوشن كلش عالي مناسب للتصوير لقراءة الفحوصات بالسيت سكان والأماراي، بالإضافة إلى الألترا ساوند. مثل ما موجود عندنا هنا بالشاشة الصورة تكون وضوحها بدقة الموجود بالجهاز. أحد أهم خصائص هذه الشاشة هي الـ Brightness Stabilization، اللي هو ينظم الإضاءة الـ Brightness مع التوافق مع إضاءة الغرفة. الـ Eye Comfort هذا أوبشن إضافي موجود بالشاشة، اللي هو الـ Flicker Save حتى ما يجهد العين، كأنما فلتر يحافظ على العين من الإجهاد، من السترين والفتيك. داي كومبارت 14 هو الاختبار المعتمد من قبل الرابطة الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية، وأيضاً الأمريكان كوليج أوف راديولوجيست، اللي هو يعتمد على الكواليتي أشورنس والجراي سكيل كالبريشن. هذا من أهم الاختبارات حتى يضمن لي هذه الشاشة تكون ميديكال.